ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الميزان ليوم السبت 16 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. خليك واقعي اكتر في اليوم ده. انت هتبقى قلق جدا بشأن بعض الحاجات اللي ممكن تبقى بتميل فيها انك تنفعل، خاصة لما تكون الأمور مش بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي وبتمشي عكس رغبتك، أو خاصة لما يكون بيخالفك الآخرين في الرأي. هتتحكم على نفسك النهاردة وهتستخدم طاقتك في حاجة تعتبر أكتر عقلانية من المواجهة، علشان كده السبب ده ممكن يبقى بيصادف أعدائك النهاردة، وحواجز هتبقى أكتر من اللي انت بتعرف تتعامل معاها على مداك الطويل. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر، قواك النهاردة تعتبر غير محكومة. إلا لو كنت أنت مش بتتوخى الحذر مش هتعرف تسيطر عليها ولا على انفعالاتك. هتسبب ليك النهاردة أضرار أكتر من اللي أنت ممكن تكون بتحبها في المستقبل. أنت بتميل أنك تلاقي الرغبة في أنك تقارن نفسك بكل الأشخاص اللي حواليك، علشان كده أنت دايما بتبحث عن المواجهة في الوقت ده. هتسيطر على مزاجك بشكل كبير، خاصة مزاجك الحاد، لأنه على الرغم من حبك إنه ممكن يبقى فيه عندك كتير من الطاقة النهاردة، والطاقة دي تعتبر غير ثابتة في الوقت ده. هتسيبك في الوقت الحرج، انتبه أكتر لصحتك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أكتوبر ل 22 أكتوبر. ما تتهورش، إصرارك في اليوم ده هيبقى واضح جدا جدا، لكن مش هيبقى مفيد ليك لو إنك تصرفت بعنوانية أكتر. هيتخلى عنك كل حلفائك القيمين، لأنك هتصب غضبك في نفسك بشكل كبير وعلى كل الأشخاص اللي حواليك بشكل أكبر. ما تتهورش، وحاول إنك تاخد خطوة للوراء وتحاول إنك تستعيد كل هدوءك. هتحترس لصحتك اللي هي تعتبر أقل من المتوسط النهاردة.